السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين، كل طلة إلنا عليكم تتجدد فيها سعادتنا في حكي صبايا. حكي صبايا لقاء الأسرة اللي بتتجمع حوالين شاشتنا شاشة كرويش. ولنسلط الضوء على الأجواء الأسرية اخترنا اليوم موضوع كتير حلو بناسب الأسرة، هو موضوع الأخوة. ولأنه إحنا بكرميش أسرة واحدة اخترنا أصغر فردين عنا بكرميش اللي هم زينة ورأفت عواد، واتصالنا رح يكون مع ولأقول لكم خليها مفاجأة. وننتظر اتصالاتكم بشغف على الأرقام المدرجة أسفل الشاشة. الأخت الكبرى بالبيت ممكن يقولوا إنها الأم الثانية، ممكن يكونوا يقولوا إنها المسؤولة على البيت، وممكن يقولوا إنه هي الشرطي، ممكن يقولوا إنها الدلوعة، والبعض بيقول إنه الأخت الكبرى بالبيت تأخذ كل إشي، والبعض بيقول إنها بتتحمل كل المسؤوليات. يا ترى شو حقيقة الأخت الكبرى بالبيت؟ أما الأخ فهاي حكاية تانية. الأخ في البيت هو أب تاني، والأخ في البيت ممكن يكون شرطي، والأخ في البيت ممكن يكون متحمل الأعباء كلها، وممكن يكون الأخ المدلل. أما الحلقة اليوم مليئة بالمفاجآت والشقاوة والطفولة والبراءة. أكيد، وحلقة مليئة بالشقاوة. أكيد. أعزائنا المشاهدين فاصل قصير ونواصل. رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين بعد هالفاصل الصغير، وأهلا وسهلا بالحلوين توتو وزينة. أهلا وسهلا. كيفك توتو؟ الحمد لله، وإنت كيفك؟ الحمد لله، كتير مبسوطة أنا لأنه اليوم أنت وزنزونة معانا. بتصوم توتو كل اليوم؟ كل يوم. طيب بتعطش ولا بتجوع؟ لا بعطش وبجوع. يلا الله يثبتك ويثبتنا كلنا. أهلا وسهلا توتو. انت اهلا وسهلا. حبيبي اهلا وسهلا فيكم، كل عام وانت بخير. كل عام انتوا بالف خير. تسلم حبيبي وانت بالف خير. زينا توتو نعم بتحكي زينا. طيب توتو انت اصغر واحد بالبيت صح؟ بالولاد، بس زنزونة اصغر منك. انت مع مين تتخانق بالبيت؟ انا سويزن كثير. طيب بما انك انت توتو الاخ الاصغر، مين بيساعدك بالبيت من اخوانك؟ انس. انس انس كثير حلو.
بس مرات بضربني. طبعا نحكي لأنس لا تضرب رأفت، لأنه رأفت دلوع كرميش وأصغر فرد عنا بكرميش. طيب توتو معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم يا عائشة. هيا بتحكي مع عائشة. كيفك؟ جايزان. كيفك يا عائشة؟ لاني. ألا شوفي زيونة شوفي. طيب راحت عائشة، نكمل مع زينة عم تحكي لنا اللي إشي إحنا مش فاهمين إشي يعني من اللي بتحكي. زينة كيفك؟ لا. شو أخبارك؟ يعني الحمد لله. رمضان. كيف كيف رمضان معك؟ أيها بتحكي لنا كل إشي. كل عام وأنت بخير؟ لا. تحكي لي وأنت بخير. طيب رأفت إيش أكتر إشي بسبب مشاكل بينك وبين إخوتك؟ يعني على شو بتتمشكلوا بالبيت؟ أنا أتوقع الآيباد. صح؟ طيب أنت بتحب يكون عندك والتلفزيونات. التلفزيون يعني إشي هوس هنتوتو صح؟ طيب أنت بتحب يكون عندك أخت كبيرة؟ ليه؟ عشان بتساعد ماما وما بتغلبها. برافو، يعني زينة بس تكبر ما رح تساعد، ما رح تغلب ماما ورح تساعدها صح زنزونة؟ زينة رح تساعدي ماما؟ خدي هيها نفسها. طيب توتو خذ منها، بتقول لك خذ. طيب توتو انت بتحب زينة كتير؟ حطيها ايوه. قديش ستورة زينة؟ اكتر من شو؟ هالقد 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 قد ايه؟ يعني هو اخر رقم. اخر رقم، برافو. طيب لو انت كان عندك خذيها. كيف بدك تمسكيها وانت عندك ايدتين بس؟ خذي. طيب توتو لو كان عندك اخت كبيره بالبيت بتحب تساعدك، يعني بتحب تعمل لك اشياء صح؟ خذي تفضل. طيب ايش بتحب تعمل لك اختك الكبيره؟ مثلا تساعدك بالواجبات المدرسه ولا تعمل لكم شغلات زاكيه بالبيت؟ بتساعد ماما في الاشياء الزاكيه وكمان بتشتغل معاها البيت. برافو. طيب ناخذ الاتصال. توتو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيفك يا أنوار؟ طيب. الحمد لله بخير. سلام عليكم. وانت بألف ألف خير، كل عام وانت بألف خير، وكل عام وتوت وزينة بألف خير يا رب. طيب أنوار، نحن موضوع حلقتنا لليوم، طبعا احنا ضيوفنا بالاستوديو اليوم توتو وزينة، بما انهم هم أصغر فردان عنا بأسرة كرميش. صح. بتحبي تحكي مع توتو؟ ألو؟ عم نسمعك أنوار. إيه؟ حابة تحكي مع توتو؟ نعم. يلا هاي توتو معك، احكي معها. السلام عليكم. سلام. كل عام أنتو بخير. طلع الكاميرا توتو. كل عام بخير. كل عام وأنتو بألف خير. ماي. طيب أنوار، نحن موضوع حلقتنا اليوم عن الأخ أو الأخت الأكبر بالبيت، يعني شو رأيك بهذا الموضوع وإنتي شو ترتيبك بين إخوانك؟ بكرة؟ أتفضلي. كيفك؟ الحمد لله منيحة. أنوار عم نسمعك، تفضلي. ممكن أكلم بكرة؟ بدك تحكي مع مين؟ وشرا. هاي بشرا. انا وشرا بحكي معاكي. وشرا غنيلي. نعم، مش عم بسمعك. ابيك تغنيلي. لا تغني، انت بدك تغنيلها. اغني لك ايش بتحبي انشد لك؟ فانوسك. ايه. اوكي. لا لا لا. فانوسك زين هالبيت، يا ريت تضلك يا ريت، وهلالك زين سمانا، شهر بشهر منستنى. فانوسك زين هالبيت، يا ريت تضلك يا ريت، وهلالك زين سمانا، شهر بشهر منستنى.
ما شاء الله. أنوار أنتي معنا؟ راحت طيب أنوار. راحت أنوار. طيب. كمان مع توتو. توتو بصراحة ماما وبابا بيحبوك أنت أكتر ولا زينة؟ بحبون أنا أكتر. أكيد طيب بيحبوا زينة كمان صح؟ هي بتقول أنا اللي بيحبوني أكتر. صح؟ طيب رأفت، بما انك انت الاخ الاصغر باسرتنا كرميش وبشرة هي الاخ الاخت الاكبر، اليوم بشرة محضرانا شوية شغلات حلوة بس متى بدنا ناخدها؟ بعد الفاصل. خليكم معنا.
رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين بعد هالفاصل، ومعنا اتصال. السلام عليكم، معنا سدين من الأردن. وعليكم السلام، كيفك يا سدين؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ منيحة. هلأ معنا يبشر سدين أختك. كيفك سوسو؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ منيحة. تعرف اليوم أنا شو رح أعمل؟ طبعا. طيب عشان يلا أمل بدها تحكي معاكي. كل عام وأنت بخير سوسو. وأنت بخير. طيب سدين احكي لنا كيف علاقتك أنت وبشرة، وبشرة بتساعدك بأمورك الخاصة؟ أكيد يعني بتساعدني لما نروح نشتري أواعي، ولما يكون عندي تصوير، ولما يكون عندي تصوير بتدربني على الحركات. الله حلو كثير. بتغلبيها لما دربك على الحركات؟ بالضبط، مو واضح. لما دربك بشرة على الحركات بتغلبيها؟ لا اكيد. بشرة انت بتزعلي سدين منك؟ انا بزعلك سوسو؟ لا. طيب معلش شو بتخلفوا بالبيت؟ هيا هي بتجاوب. سوسو عشو بنتخانق انا وياكي بالبيت؟ نتخانق على الايباد. طيب ايش الشغلات اللي بتحبوا تسووها مع بعض؟ اشياء انت وبشورة بتحبوا تسووها مع بعض؟ بنحب نسوي الحلويات مع بعض، ولما يكون زهقانين ناكل مع بعض. الله حلو كثير. طبعا بشورة بتعملكم اشياء زاكي بالبيت؟ اكيد بتعملوا لنا كعكة حمص وكعكة مسكر وكب كيك. طيب سدوني حابين نسمع منك انشودة صغيرة. سوسو انشدي لأمل اشي عن رمضان من اناشيدي، يلا وانا بساعدك. يلا ننشد انا وياكي صبح صبح. يلا يلا. صبح صبح يا رمضان بالمحبة والغفران، وبشرى من المولى الرحمن. رمضان 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 رمضان. شكرا لك، اهلا وسهلا. بحب اوجه لك تحيه ولرهوفة ولماما ولمثنى ولبابا. يسلموا كثير على المشاركة الحلوة يا سدين، واكيد كانت مفاجأة لك حلوة صح؟ اكيد طبعا. هنا زينة فتحت الكاندي. طيب انا اليوم راح اعمل كعكة النسكافيه. اول شيء لازم نغسل ايدينا، طبعا انا مغسلة ايدي. ثاني شيء لازم نلبس الجلافز، لانه حتى لو كانوا ايدينا يعني مغسلات ونضاف احتياطا، يعني الجراثيم مو هيك. اكيد. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. كيفك يا خديجة؟ تمام الحمد لله. كيفك انت يا مولة؟ انا بشرة، بس هي امل معك. السلام عليكم خديجة. تمام الحمد لله، كيفكم اخباركم؟ الحمد لله تمام. انا اللي معكم، تذكرتوني؟ نعم انا اللي كنت معاكم. اهلا وسهلا، تذكرناكي. ايه ايوه. اخباركم اليوم؟ منورين الشاشة. تسلمي، هذا نورك. ايه امولة تفضلي. أنا عندي أنشودة، مو أنشودة كذا يعني، بس أنا ألفتها، هي كلمات أنا ألفتها حابة أقولها لكم، بس ابتداءكم من الحجاب. طيب أكيد تفضلي وإحنا عم نسمعك. أمل وبشرى زرر تضيء دربها بحجابها، لغد فأنت آمل واليوم أنت بشرى. أمل وبشرى كن للأخلاق كالشمس البرية طلها. أمل تنير طريقنا والبشرى في أقوالنا. أمل وبشرى لؤلؤا مصونة بعفافها، اخترنا ذوب الخير في حياتهم، وأردنا فيه رضا إله واحد. أمل وبشرى وجه تلألأ بالحجاب جمالهن،
أمل طموح واضح وهذه البشرى تهل. أمل وبشرى اخترنا درب السعد في طريقهم. أمل تبسمها أمل وهذه بشرى كأن كلامها أمل لهذه الأمة التي وجودهن تفتخر. عن جد أنت صراحة أمل هذه الأمة. تسلم يا رب وشكرا كثير إليك. تسلم تمك وعن جد أبسطينا بهاي الأنشودة، صوتك كثير حلو وما شاء الله الكلمات بتجنن وكل إشي حلو. أكيد وشكرا لك على الإهداء الحلو، يعني نحن أكيد يعني إن شاء الله نكون أمل هاي الأمة وكل شباب هاي الأمة نكون أمل ل ل لحضارتها إن شاء الله. إن شاء الله تكون عجبتنا. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله أكيد عجبتنا طبعا. أمل تفضلي. في عندي سؤال. تفضلي. هلا مجد البيك تقرب لك شيء؟ مجد البيك؟ إيه؟ مجد البيك هي بنت خالتي ومثل أختي. يسلموا كثير على اتصالك وعن جد يسلموا على المفاجأة الحلوة. نرجع لبكة. فكنت عم بحكي إنه كعكة النسكافيه بس بدنا نعملها لازم أول شيء نغسل إيدينا، ثاني شيء نلبس الجلافز لأنه يعني احتياطا. هلا المكونات أول شيء فستق حلبي وقشطة وكاسة حليب صغيرة ونسكافيه وبسكوت مطحون وبسكوت عادي وكريمة. تعال. أول شيء بنحط الكريمة، بنحط علبة واحدة كريمة، بنحط الكريمة. ايوه انت ركزي أمل. بنحط الكريمة وبنبدا نحط عليها كاسة الحليب شوي شوي وبنحركهم. كملي كملي أمل وأنا عم بعمل كملي. اوكي نرجع للتوتو. شو رايك تسمينا انشودة؟ طيب يلا. بسبوسة يا بسبوسة وين كنتي محبوسة؟ محبوسة عند الفية صحيات الماما علي. ماما قالت وفروا المي افتحوها شوي شوي. ماما قالت وفروا المي افتحوها شوي شوي. ما بتقطع هيك المية من وفر مية المية. ان شاء الله. طيب بشك تاخد هالاتصال توتو؟ حاضر. يلا خذ. احكي. الو 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 السلام عليكم. مين معنا؟ مروة. كيفك يا مروة؟ مروة الو كيفك يا مروة؟ كل عام وانت بخير مروة. وانت بخير. كيف رمضان معك؟ زين. طيب مروة بدي أسألك سؤال. ألو يا مروة. قطع الخط مع مروة. نرجع لبشرة. هلا بعد ما حطينا الكريمة مع كاسة الحليب بنزيد عليهم علبة قشطة برضو بنحركهم. بس انت دائما بتعملي حلويات بالبيت؟ اكيد يعني. اكيد امك بتسمح لك؟ ماما بتسمح لي بس بشرط اذا رجعت رتبت المطبخ. طيب اخواتك بيحبوا الاشياء اللي بتعمليها؟ سمعتي سدين هلا شو حكت. طيب لو اختك طلبت منك صنف انت بتوافقي؟ بوافق اول اشي اذا كنت رايقه وما عنديش شغلات، يعني امراه مثلا. واذا كان سهل. واذا كان سهلة. بس اذا ما كانت سهلة يعني برن على خالاتي، يعني هم بيعرفوا، فالاشي اللي ما بعرفه بخليهم يساعدوني. طب هلا انت ايش عملتي؟ بس تاخدي لما من السعوديه. يلا السلام عليكم. الو كيفك يا لما؟ الحمد لله. كيفك انتي؟ الحمد لله منيحه. وانا منيحه. لما انت اكبر وحده باخوانك؟ لا. انت اصغر وحده؟ لا. انا وعندي اخت توأم.
الله آه يا حلو. سلام عندي أخت صغيرة. طيب شو اسمها أختك التوأم؟ لميس. إيه؟ لميس. إيه أختي الصغيرة اسمها علا. لميس علا. أهلا أيوه. وسهلا. طيب أنتي يعني أنتي أكبر من علا؟ إيه. علا عمرها 3 سنوات. أها العمر كله يا رب. طيب. طيب بتصير 30 لميس وعقبها علا. بتعطينا هلا نحكي مع لميس وبعدين نحكي مع علا. السلام عليكم يا لميس. أهلين. كيف حالك؟ الحمد لله. وين انتي؟ تمام الحمد لله. كيف رمضان معك؟ حلو كثير. حلو. طيب كيف الصيام معك؟ صعب ولا يعني سهل؟ صعب شوي. اكيد صعب لانه الدنيا شوي شوب صح؟ الدنيا شوي شوب. طيب انت كيف تعاملي اختك علا؟ يعني بعض الاحيان تزعجني. ما سمعت، ممكن تعلي صوتك؟ بعض الاحيان بتزعجها. اكيد لانه هي لساتها صغيره وبتتعلم منكم صح؟ ايه. بتحبي تحكي مع رأفت؟ ايه. يلا هاي توتو معك. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله، كل عام وانت بخير. وانتي وانت بألف خير. طيب كيف رمضان معك؟ حلو كثير ما شاء الله. اسألها انتي. انتي كم عمرك؟ انتي كم عمرك؟ 9 سنوات ما شاء الله. يسألها كثير يا علا. اسألها. طيب انت عندك اخو؟ اربع. عندها اخوان اربع. اربع ما شاء الله. طيب يسلم كثير على اتصالك ونورتينا يا علا. لميس لما. نرجع لبشرة. ايش عملت؟ بعد ما عملت كريمه ضفت علبه قشطه وحركناهم يعني حتى تصير متجانسه هيك زي الكريمه. هلا بنجيب النسكافيه ومنضيف عليها شوية مي ونخلطهم مع بعض. كملي أمل كملي. طيب بنرجع لك توتو. هلا أنت مثلا اليوم بس حكى لك بابا إنه رح تطلع مع أمل وبشرى، انبسطت صح؟ وكنت عارف إنه البرنامج بيحكي عن الإخوان صح؟ طيب انت ايش رايك مثلا لما بتروح على المدرسه وهيك اخوانك بخافوا عليك وبديروا بديروا بالهم عليك؟ لا. يعني هو بخافوا علي بس بيكونوا بعاد فما بيقدروا يديروا بالك بديروا صح؟ بس لما اروح اجي على البيت بيسالوني في واحد ضربك ولا لا. اكيد. وبحكي لهم في واحد بيضربني. هو بيجوا بيحكوا معه. هو بيحكوا لماما وماما بتيجي على المدرسة بتحكي للمس بتحبه. اكيد يعني انت لما ناس مثلا يضايقوك بتحكي لاخوانك واخوانك بيحكوا لماما وماما بتشوف شو تعمل صح؟ طيب رح ناخذ حسناء من سوريا. السلام عليكم يا حسناء. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. وانت كيفكم؟ تمام الحمد لله، كل عام وانت بخير. انت بألف خير. كيف رمضان معك؟ الحمد لله. طيب تمام الحمد لله. كم عمرك انت؟ 12 سنة. طيب انت حافظة انشودة من اناشيد كرميش؟ ايه. طب حابة تنشدي لنا؟ ايه. يلا احنا عم نسمعك. جاي على بالي انا امولي، جاي على بالي غني لك رميس، بس ناس حلوة أحلى منا ما فيش. جاي على بالي غني لك رميس، بس ناس حلوة أحلى منا ما فيش. مين بيقلي بجاي على بالي؟ ما شاء الله. طيب يسلموا كتير على صوتك، كتير حلو. الله يسلمك. طيب ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. هلأ أنت عندك إخوان بالبيت أكيد صح؟ طيب عندك أصغر منك ولا أكبر منك؟ أصغر وأكبر. طيب بتحسي إنه أخوك الكبير بيخاف عليكي أو أختك الكبيرة؟ أختي الصغيرة. يعني أنت بتخافي على أختك الصغيرة؟ أه.
طيب لو اختك غلبتك بيوم بتعلميها ولا ممكن انك تتركيها هيك انها تعمل الاشي الغلط؟ بعلمها طبعا. طبعا لانه دائما الصغير نزرع احنا بعقله الشغلات المنيحه صح؟ اه. طيب بتحبي تحكي مع ضيفنا اليوم؟ اه. يلا هي توتو معك. السلام عليكم. عليكم السلام، كيفك توتو؟ الحمد لله كل عام انتو بخير. انتو بألف خير. كم عمرك؟ 9 سنين. ما شاء الله. عندك اخوان؟ اثنين. طيب انت كم عمرك؟ ايه انت كم عمرك؟ 7 سنين. العمر كله يا رب. العمر كله بتحكي لك. طيب يسلم كثير يا حسناء على اتصالك. عادي احكي مع بشرى. يلا هي بيشو معك. السلام عليكم. عليكم السلام، كيفك بشرى؟ الحمد لله منيحه، انت كيفك؟ الحمد لله ما شاء الله طالعين بالحجاب بتنوري انت وامل. تسلم يا رب دور نورك. يلا مع السلامه. مع السلامه. اكمل لكم بعد ما خلطنا النسكافيه بالمي. هلا بنجيب اللي هي الزبديه اللي بيكون لها قاعده من تحت، بنجيب البسكوت ويعني بنغطس البسكوته بالنسكافيه وبنحطها بالقاع، بنحط فوقيها طبقة من الكريمة اللي عملناها. طيب معنا فاطمة من السعودية. السلام عليكم يا فاطمة. عليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. طيب كل عام وانت بخير. انت من اهلا. طيب ممكن تحكي لي انت عندك اخوان؟ ما يعني انت وحيده؟ ايوه. طيب شو شعورك انك انت وحيده؟ يعني بتتمنى يكون عندك اخت او اخ؟ كيف. طيب ولا بتتمني تضلي انت دلوعه عند ماما وبابا الاثنين؟ ايش بتتمني؟ انه يكون عندك اخوان واخوات ولا تكوني دلوعه عند ماما وبابا؟ لا عادي ابغى اخوان ان شاء الله. طيب انت كم عمرك؟ 20. كم؟ 9 سنين. طيب بتحبي تنشدي لنا أنشودة من أنشيد كرميش؟ إيه؟ تحبي تنشدي لنا أنشودة من أنشيد كرميش؟ تحبي تنشدي لنا أنشودة من أنشيد كرميش؟ ألو يا فطوم. ألو. أنتي معنا؟ أيوه. طيب بتحبي تنشدي لنا أنشودة من أنشيد كرميش؟ ما اقدر. ما سمعت. ما اقدر. ما بتقدري. طيب يسلموا كثير لاتصالك فطوم. نرجع لبيشا، شو عملتي؟ حطيت البسكوت وغطست النسكافيه اللي عملناها وحطيت البسكوت بالقاع، بعدين حطيت فوقيه من الكريمه، برضه بنرجع بنحط كمان بسكوتة. بسكوت فوق. طبعا اذا ضل في فراغات بنكسر شوي من البسكوت منعبي الفراغات مشان يعني يطلع اسكى اكيد. بعدين هي عبيت انا الفراغات، بنرجع برضه بنحط كمان طبقه كريمه. كمان طبقه كريمه. هلا بنضلنا نعمل طبقات يعني حسب الحجم اللي هو عندهم عبين ما لا تكتفي الكميه. هلا انا جبت اللي هو البسكوت المطحون وفستق حلبي عشان نزين. اها. بنحط بنصها البسكوت المطحون ندفى، بنحط على الاطراف الفستق الحلبي. اها. صحتين وعافيه. بس يسلموا كثير يا بشوره على ايديكي. انا حابه يعني اطعميكي انت وتوتو. بس ثواني. يعطيك العافيه. الله يعافيكي. طيب خليني بس اجيب كملي انت وتوتو عشان قبل ما اجيب لكم. طيب توتو احكي لنا شو بتعمل برمضان عشان يعني انت هيك بتضل صايم؟ يعني اي ساعه بتصحى اول اشي؟
أول بصحى بروح أتوضى وأصلي. الله. وبعدين لما يجي بابا بيكون الفطور جاهز. أول شيء بدخل على البيت ببوس إيده، بعدين بيجي الفطور. لما منشغل التلفزيون بنحط لا على الأذان. بنحط على الأذان، لما يأذن بنبلش ناكل. أكيد. طيب مثلا أنت بتغلب ماما شوي بالصيام، كيف بتسلي حالك أنت؟ إيه؟ كيف بتسلي حالك برمضان عشان يعني تصبر وتتحمل الصيام والتعب؟ إيه. بلعب في الأيباد وبروح أنام عشان عشان ما أجوع. الله. وكمان أنا بنام، وإذا ماما وبابا صحوني على الفجر على السحور منبلش ناكل، بعدين مننام لليوم الثاني، ونفس الشيء صح؟ طيب شو رايك انت تاخذ سارة؟ يلا احكي. السلام عليكم يا سارة. عليكم السلام. كيفك؟ الحمد لله. كل عام وانتم بخير. انت بخير. كل عام وانتم بخير تمام. وانتم بألف خير. انتم بألف خير. كم عمرك؟ 15. ما شاء الله. طيب انت عندك اخو؟ انا عندي ثلاث اخوات. احكي لها بيحافظوا عليكي وبيخافوا عليكي. بيحافظوا عليكي لما تروح المدرسة وبيخافوا عليكي. نعم. بيحافظوا عليكي وبيخافوا عليكي لما تروح المدرسة. نعم. ايوه طبعا صح. وانت كمان بس تكبر زينة تصير هيك بتروح على المدرسة حتحافظ عليها صح؟ يسلم كثير على اتصالك يا سارة. بتحبي تحكي اشي؟ سارة انتي معنا؟ اي معكم. طيب بتحبي تحكي اشي؟ نعم. بتحبي تحكي اشي بختام حلقتنا؟ اسفة. بتحبي تحكي اشي؟ الو يا سارونا. راحت سارونا. وش صار معك؟ يلا هيني اجيت. تفضلي أمولة. يسلموا. قديش خذ توتو. يسلموا. بديكي. طب انا حاسب حساب زنزونه بس زينه طلعت. طيب أعزائنا المشاهدين، بعد ما أنهت بشورة الفقرة الحلوة كثير والحلويات الزاكية، بدنا نروح لفاصل صغير وبنرجع، لا تروحوا بعيد.
كوتي 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 أنا بحبه كثير كثير كوتي 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 أنا بحبه كثير كثير كوتي كوتي. ورجعنا لكم أعزائنا المشاهدين بعد هالفاصل الصغير، وحابة ألخص الشيء اللي عملناه واللي حاب يحكي توتو. عملت كعكة النسكافيه اللي هي مكوناتها القشطة والكريمة والحليب والنسكافيه والفستق الحلبي والبسكوت المطحون والبسكوت العادي. بنخلط الكريمة مع الحليب مع بعض، بعدين بنحط النسكافيه مع شوية مي بنخلطهم، نبدأ نغطس البسكوت بالنسكافيه وبنصفه، بعدين بنحط طبقة كريمة بسكوت طبقة كريمة عبال ما يعني نوصل لحفة أكتر إشي، وبنزين بالفستق الحلبي والبسكوت وصحتين وعافية، وبتنحط بعدين بالثلاجة. طيب أمل، يعني بما أنه كل إنسان يعني عنده موهبة، فإحنا اكتشفنا انه بالفاصل كانت امونه عم تعمل اشياء لزينة، فيعني بدنا تورجينا شو اليوم. انا بحب انه اعمل شغلات يدويه، فقررت اعمل اليوم لزينة السواره. احكوا لانه هي شيء طيب امل، بما انه انت واسامه، بس يعني لك بس اسامه، شو شعورك وانت بتحبي يكون عندك اخت اكبر منك ولا لا؟ هلا مين حكى انه انا ما عندي اخوات؟ اكيد عندك، بس انا يعني عندي خواتي يعني انتوا اكيد خواتي، عندي خواتي بالاردن اللي هم عائلتي، وبنات خالاتي وبنات اخوالي بنات عماتي وعمامي، وانتوا، وطبعا عندي كمان خوات برا الاردن اللي هم صديقاتي جمهوري، عن جد بحبكم وانتوا مثل خواتي الكبار. طيب امل، انا لو بعرف يعني من زمان انك بتعمل هيك شغلات ما غلبت حالي ونزلت على السوق بشتري، كان انت اهديتيني اياهم حسابك بسوره. تسلمي. طيب انت واسامه بتتخانقوا بالبيت؟ هلا ما في اخوان، اكيد يعني اكيد ما في شيء اخوان بيتخانقوا، يعني هاي قاعده اكيد، بس دائما يعني لانه هو يعني ولد بتلاقي انه في شغلات بتلهيه، لانه انا بنات بتلاقي في شغلات بتلهيني يعني دائما، فانه ما بحس انه والله دائما انه احنا بنتخانق يعني شوي. طيب شو رأيك يعني كيف، شو بتعتبري أسامة بالنسبة لإلك؟ أسامة هو أخوي اللي بحترمه وبحبه وبيعطيني نصائح، هو مسؤول البيت إذا بابا سافر أو هيك، بخاف علي كتير، صح مرات بنتناقر وهيك يعني، بس سبحان الله يعني بضل أخوي اللي بخاف عليه كتير، ومرات بقول يعني مثلا لما هيك أحس إنه أدخل على البيت انه اسامة يكون طالع بنحس انه في فراغ، أكيد. لانه اكيد لما يكون في اشي عندك اساس بحياتك لما يروح بتحسي في اشي يعني فراغ. اكيد، وبنوجه احنا تحية لاخو امولة اسامة، ونحكي له دير بالك على امولة، يعني هاي اختي، فاللي بيجي فيها يعني راحت عليه، اذا اكيد هلا هو عم بسمعنا يعني. اكيد. طيب شو عم تعملي انتي، فهمينا. هلا انا بدي بلشت احط الخرزات. واحدة حمراء، يعني هم زي لؤلؤ كيف، المهم واحدة حمراء وواحدة بيضاء، واحدة حمراء وواحدة بيضاء. يعني بالأخير بتصير إسوارة أو سلسال، يعني عادي زي ما بدك، لأنه الخيط طويل. أوكي، يعني بصير نحط ألوان تانية صح؟ طبعا. أوكي، بس حسيت إنه الأحمر والأبيض أحلى شيء. حلوين برضه الأحمر والأبيض. طيب أمل، في عادة عند الناس سيئة إنه مثلا بمجتمعنا صح بيخافوا على البنات، بس هل الخوف بيكون غيرة ولا خوف لأنها أختي وأنا بحبها وأنا مسؤول عنها؟ هم التنتين يعني، على فكرة هم المجتمع هلا ما بيخافوا من البنات، ما بيخافوا على البنات، فأكيد يعني هي شغلتين، إنهم بيغاروا على البنات وبيخافوا على البنات، يعني لأنه بالتالي البنت إشي كتير حلو إنها يعني اللي نخاف عليها. طبعا، وفي عادات سيئه عنا، انه مثلا بيجي يعني لعائله طفله جديده، انه بنت يعني اجانا بنت، فيعني احنا ما عنا البنات بنجنن طبعا، بنشوفوا انا اموله يعني، والبنات حنيه، وطبعا يمكن الاب عارف هاي الشغلات، يعني الاب اللي عنده بنات، البنات حنيه ورقه ونعومه، بتساعد امها بالبيت، وان شاء الله يعني بتكون اكيد كل البنات يكونوا من الذريه الصالحه، واحنا بنتمنى يعني
انه هاي الفكره اللي عند مجتمعاتنا الخاطئه انه اللي بيجي بنت مثلا يعني يمكن يتذمر. بالعكس يعني اهم شيء الخلقه التامه، مش مهم يعني بنت ولا ولد، المهم يكون الذريه الصالحه والخلقه التامه، يعني اهم شيء الصحه. اكيد بشرى يعني أكيد. والبنت على فكرة كتير في ناس أو مواقف أو قصص أنا سمعت إنه الأب يزعل لأنه إجته بنت أكيد. بس لما يكبر يعرف قديش البنت إيش كتير حلو بالبيت. أكيد. طيب توتو تتذكر كلب دوريا صحن السكر؟ كيف كان؟ حلو. طيب بتتذكر بس أنت وحنان اتخانقتوا؟ حنان كانت تعمل هيك وأنت كنت تعمل زيها. طبعا على فكره يا جماعه انه مو بس انه بالكلب كانوا يمثلوا توتو وحنان انه عم بيقلدوا بعض، توتو عن جد كان يقلد حنان ويستفزها وهي تعصب وهيك، فيعني كانت اجواء حلوه. وتوتو كمان شو كنت تعمل انت بس عملنا الجيلي؟ شو كنت تحكي؟ شو بس كنا نعمل بالجيلي، انت شو كنت تحكي؟ ايش كنت احكي؟ شو كنت تحكي لنا انا وحنان؟ كنت تحكي لها بدي أدمر كل إشي صح؟ تعرفي بشرة صح إنه أنا للأسف ما عندي خوات، بس الله رزقني خوات من حيث لا أدري. أكيد يعني في صديقات أو يعني ناس بنات من العائلة بيكونوا عن جد بمثابة إخواتنا يعني، وأنا إلي إخواتي كتير، إلي إخواتي يعني سدين ورهف، وإلي أمولة سجا وحنان ورندا وسارة، يعني وبنات من العائلة كلهم إخواتي وأنا بحترمهم كتير. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا وسن؟ طيب انت كيفك؟ الحمد لله بخير. مبارك عليك مستها. تسلمي يا رب علينا وعليكي. وسن عندك خوات اكبر منك؟ لا انا اكبر وحده. انت اكبر وحده؟ ايه. يلا كثير كويس، وانا كمان اكبر وحده بخواتي. طيب كيف بتعاملي اخواتك اللي اصغر منك؟ احيانا بيغلبوها شوي، احيانا بيغلبوك لانه برضه احنا سامعين يعني انه صوتهم عم بيشوشر عليكي. ايه. طيب تفضلي. بشرى. نعم. بتكلمك اختك. يلا اعطينا اختك. طيب بقعد. السلام عليكم. الو الو كيفك؟ كيف حالك؟ الحمد لله منيحة، انت كيفك؟ طيبة. شو اسمك؟ اسمي لمار. عاشت الاسامي يا لمار. انت اصغر وحده بالبيت؟ ايوه. انت اصغر وحده بالبيت؟ ايوه. طيب كثير حلو. كيف وصل معاكي؟ بتغلبيها ولا هي بتغلبك؟ احبها. اكيد، واكيد هي بتحبك كمان. بشرى. تفضلي حبيبتي. ممكن تغني لي توتا؟ ايش بتحبي اغني لك؟ توتا. توتا يلا. ايوه يلا. توتا حلوه جميله البنوته، توتا انا هحكي لكم الحتوته، توتا حلوه جميله البنوته، توتا انا هحكي لكم الحتوته. بنوتة أحلى من السكر، عزته لا أمورة ولا أشطر، بين إخوتها بتتمنظر توتا، صوتها تغني في حنية، أنده لها تجري عليا، تيجي تغمض لعنية توتا. توتا حلوة جميلة البنوتة، توتا أنا هحكي لكم الحتوتة. شكرا كثير لك يا وسن ولمار، واكيد يعني الله يخليكم لبعض. طيب معنا اتصال ونحكي الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب مجد كيفك؟ الحمد
الحمد لله تمام، كيفك انتي؟ الحمد لله منيحة، شو أخبارك؟ خير الحمد لله. أنا سامعة هالصوت. طيب يمكن هاي اتصالك مفاجأة لأمولة. مجد؟ بيك؟ مجد؟ مجد عم نسمعك. كيفك يا بسرة؟ شو أخبارك؟ الحمد لله منيحة، أنتي كيفك؟ الحمد لله تمام، منورة يا أمل. انتي بتشرفي تسلمي. اكيد اتصالك كان مفاجأة لأمولة واكيد امل مبسوطة هلا. حبيبتي أمولة، كيفك يا امل؟ مشتاقة لك. كيفك انتي؟ الحمد لله تمام. كل عام وانتي بخير. مجد. الو. ايوه انا معك. مجد، يمكن لانه امل ما عندها اخوات فانت اقرب صديقه لها، بما انك برضه يمكن بنت خالتك هي مجد. فانت بمثابه اختها، شو بتحبي تحكي لامل وكيف علاقتك مع امل؟ طبعا امل هي مظبوط، هي بنت خالتي، هي امل ما عندها اخوات وانا كمان ما عندي اخوات، فنحن زي الاخوات مع بعض، ولما انا يصير معي مشكله او اتضايق وهيك بروح احكي لامل، نفس الشيء امل، فنحن زي الاخوات، يعني انه يعني صح انه مش نفس الام ومش نفس الاب، بس فعلا نفس الخواص ونفس الروح ونفس الحيوية وكل اشي يعني هيك. أكيد ويعني الله يديمكم لبعض ويديم المحبة بيناتكم. طيب بما أنه يعني أمل بالوسط الفني أو أنها يعني بما أنها شخصية مشهورة، هل بيأثر هذا الإشي بعلاقتها مع عائلتكم ولا لا؟ لا أبدا، أمل إنسان طيب كثير ومتواضعة وبتحب الكل بحبها، يعني بهني جمهورها على قد ما أمل بتحبهم، بهني صحباتها، بهني عيلتها قد ما هم بيحبوها وهي بتحبهم، وهي انسانة طيبة كثير ورقيقة وحساسة، عن جد الله يخلي لنا اياها ويخليها لنا يا رب. امين، يخلي لي اياكم ويخلي لي اياكي مجد. طيب مجد، انا عندي سر يمكن ما حدش بيعرفه، انه انت اليوم اللي جهزتي أمولة. نعم؟ احنا يعني انا عندي سر انه انت اليوم اللي جهزتي أمولة. ايش هو؟ ما انت اليوم جهزتي أمولة على الحلقه، تحكي لك بشرى انه انت جهزتيني اليوم. كنا عند امل فاحنا يعني ساعدناها اكيد هيك ولبسناها وجهزناها، لانه يعني انا بهتم انه امل يعني تطلع باحسن صوره، لانه هي يعني زي كانه امل. سامعينك احنا. بقول انه احنا كنا عندهم وكنا يعني حتى انا وماما هيك وخالتي امان كنا يعني هيك نساعد اموله ونجهزها يعني تطلع باحلى صوره. الله يخليك، الله عليها منورة اليوم. هذا نورك أكيد يعني. طيب بآخر إشي، شو بتحبي توجهي كلمة لأمل؟ أمل حبيبتي، أنا بتمنى يعني إنه زين، يعني حب أحكي لك إنه نحن إخوات، بتمنى إنه هاي الأخوة تضلها معنا على مدى الحياة. شو بفرق بيناتنا يعني؟ الله يعني رب يا ربي ما يفرق بيناتنا يا رب. آمين إن شاء الله. وشد أحكي لك أكثر إنه يعني عرفت إنه أنا بحبك و انتي زي اختي واكثر كمان. طيب شكرا كثير لك مجد، واكيد فرحتي امل باتصالك كتير. طيب امل، شو بتحبي انتي تحكي لمجد؟ مجد، الحمد لله اللي الله جمعنا على خير، الحمد لله انه احنا خوات زي الخوات، صح زي ما قلتي يعني مو من نفس الام ولا من نفس الاب، بس الحمد لله يعني يمكن معزتنا لبعض اكثر من خوات بيحبوا بعض. عن جد الله يخلي لي اياكي، انا متفاجئه كثير وبحبك كثير، بحب كل بنات خالاتي وانتم كلكم مناح وانا بحبكم، وعن جد يعني يسلموا على هاي المفاجاه الحلوه، صح يعني كثير تاثرت لانه ما كنت متوقعه، يعني طلعت من البيت وقعدت معهم وافطرنا وكل شيء وما يعني على الطبيعي كله، ف
فيعني الحمد لله يعني انه الله رزقني بهيك خالة وبهيك خالات، يعني هي وخالته تهاني بهيك بنات خالة وبهيك اخوال وبنات اخوال، يعني الله يخلي لي اياهم. اكيد والله يخلي لك اياهم امل. طيب نحن حابين نحكي شغلات يمكن بتصير بالسفر انتم ما بتعرفوها، يعني بس نحن نسافر مع بعض كلنا، يعني كل كادر كرميش. توتو طبعا اصغر يعني نجم عنا، يعني توتو بيكون له يعني نهفات او شغلات هيك بالسفر. فتوتو انت شو بتعمل فينا بالسفر؟ ايه شو بتعمل فينا انت بالسفر؟ ما بعمل فينا شيء. ايه طيب توتو خد اتصال. طيب تحكي لي واحنا بالفندق شو بنعمل. بس خد اسراء من السودان، يلا احكي لي، احكي لها مرحبا. يلا مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ تحكي لك كيف حالك؟ الحمد لله. شو كل عام؟ كل عام الحمد لله. انت بخير؟ توتو عم بحكي لك كل عام وانت بخير. انت بخير؟ رمضان كريم. تقولك رمضان كريم، الله اكرم. الله اكرم. كم عمرك؟ بالثالثة. ما شاء الله. عندك اخوان؟ ايه عندي اثنين. ايش اسمه؟ ايش اسمائهم؟ سيماء ونادر. حاضر. ايه طيب إيه عندك اخوان؟ ايه عندك اخوان في؟ قديشهم؟ قد ايه عمرهم؟ انس 12 سنة ويزن 14 سنة. شكرا كثير لك. بشري بس بدي احكي شيء بس قبل يكمل توتو، انه انا صح يعني ما بنسى كمان انه في الي عمات هم بمثابه اخواتي الكبار، بحبهم كثير وبنصحوني دائما، ومن اغلى الناس على قلبي هم عمته مي وعمته مازدا، وبحبكم كثير الله يخلي لي اياكم. طيب توتو كنت بدك تحكي لنا ايش نحن بنسوي بالفندق، يلا احكي لنا. بجيب ايبادي بظلي العب. طيب مع يزن وبظلي اختم العب. طيب اذا خلص مش نحن بغزة مرة اجيت عندي انا وامل على الغرفة تتذكر؟ ولعبنا مع بعض. تتذكر وطلعت من الغرفة بالليل صح؟ يا الله يميتها توتو شو خفنا. كنا نلعب كأنه غماية، فجأة إحنا نلعب توتو طالع برا، وهاتي نلاقي توتو بالأخير لقيناه وين؟ بغرفته يعني. سبحان الله. طبعا توتو بيعمل جو حلو بالسفرة هو وزينة. طيب توتو تغني لنا شيء؟ تغني لنا حط الزيت يا حجة. حط الزيت يا حجة أعمل لك أسلجة. طب حط الزيت يا حجة أعمل لك قرص العجة. هاي البيضة واللي سلقها ياكلها الولد الأمور. افتح إيدك سكر إيدك يجعل يومك سعد ونور. حط الزيت يا حجة. برافو توتو، برافو برافو. طيب أعزائنا المشاهدين منروح لفاصل صغير وبنرجع لكم، خليكم معنا. عملت بحالي انا شو اللي عملته بحالي، صفيت الدنيا لحالي، رفقاتي ضلوا بالحبس. اصحى يا ضمير حالي، اصحى يا ضمير اصحى لي. انا شو اللي عملته بحالي، صفيت الدنيا لحالي، رفقاتي ضلوا بالحبس. اصحى يا ضمير حالي، اصحى يا ضمير اصحى لي. انا شو اللي عملته بحالي. Oh,
عملته بحالي. كلهم كرهوني عشاني مفكر حالي جاكي شان. اخباري لا صوت وحس لهروبي بدربي نيشان. لهروبي بدربي نيشان. كلهم كرهوني عشاني مفكر حالي جاكي شان. اخباري لا صوت وحس لهروبي بدربي نيشان. لهروبي بدربي نيشان. انا شو اللي عملته بحالي. شو اللي عملته بحالي. سر السجان مكلبش ساعدني كتير وطنش. بدي رجعوني على الحبس بلكي برتاح وبنفش. بلكي برتاح وبنفش. سر السجان مكلبش ساعدني كتير وطنش. بدي رجعوني على الحبس بلكي برتاح وبنفش. بلكي برتاح وبنفش. انا شو اللي عملته بحالي. انا شو اللي عملته بحالي. اخباري بس تي ان ان وعلى الجزيرة وعلى الايوان. وانا مسكين ما بضرب بس مجرم هارب تو ان وان. مجرم هارب تو ان وان. اخباري بس تي ان ان وعلى الجزيرة وعلى الايوان. وانا مسكين ما بضرب بس مجرم هارب تو ان وان. مجرم هارب تو ان وان. انا شو اللي عملته بحالي. شو اللي عملته بحالي. يا شرطة انتو يا بوليس. رجعنا لكم اعزائنا المشاهدين بعد هالفاصل الصغير ومعانا النجم الرائع عبد القادر صباهي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا امل؟ انا بشرى برضه بقدر اخرب امل بس انا منيحة. انا مستمعك امل. ايش اللي كانت تحكي معك؟ هي بشرى بس انا امل الحمد لله تمام. تمام. كيف حالك يا بشرى؟ الحمد لله منيحة. أنا أول شيء تسمحوا لي أحكي رمضان كريم على كل جمهور كراميز وعلى كل الأمة الإسلامية. أول شيء ثاني شيء بحب أهنيكم على البرنامج الرائع يا أمل بشرى. تسلم يا رب. برنامج كتير حلو يعني فيه نحفات فيه شغلات حلوة مرتبة والكل مبسوط فيه. تسلم يا رب. طيب عبد القادر اليوم موضوع حلقتنا عن الأخ أو الأخت الأكبر. عن الأخ أو الأخت الأكبر. ها طيب إيش بتحب تعطينا رأيك بموضوع حلقتنا لليوم؟ لا بس أنا صراحة بالبيت أنا أصغر واحد بالبيت. ما إحنا عشان هيك عشان هيك يعني أنت أصغر واحد فأنت كيف بتشوف معاملة وكلهم بنات يعني إلا أنت يعني يمكن الولد فيهم. أنا يعني الوحيد موجود بالبيت ست بنات فيعني بقدر أعطيك رأيي وبعرف كل الناس. فأنا أول إشي الأخ أو الأخت الكبيرة. نبلش بالأخ الكبير ولا الأخت الكبيرة؟ زي ما بدك. طيب الأخ الكبير. أيوة. أول شيء الأخ الكبير يعني بحب يشوف أخوه دائما الصغير يعني بحب يشوفه كثير منيح. بحب يشوف أخلاقه دائما منيحة. وبحب كمان شغلة مو منيحة فيه إنه بحب يتحكم فيه شوي يعني. أكيد. أما بالنسبة للأخت الكبيرة فلا والله الخوات يعني في زيهم صراحة. أكيد. يعني أنا عندي خوات الحمد لله بحب أوجه لهم تحية ويعني أحلى الخوات. طيب والله يخلي لك ياهم ويخليكم لبعض إن شاء الله. ثاني شيء بوجه تحية للأستاذ وسيم أنا سامع صوته على الهواء فوجه له تحية. إن شاء الله وصلت. أيوة. أعبد بنقولك إن شاء الله توصل التحية لعم وسيم. إيش هو؟
وصلت التحية لعمة وسيم. مش سامعك أنا رمد. بنحكي لك إن شاء الله تكون وصلت التحية لعمة وسيم. عم تسمعنا؟ في اليوم ما تبعته والله فأسف، مش يعني إجت هيك على السريع فأسف إذا يعني هيك. وبحب أوجه تحية لرأفت وزينة، هم معكم؟ هاي توتو معانا وزينة. كيف حالك يا رأفت؟ الحمد لله. ليش ما جيت على القناة اليوم؟ إيه؟ بحكي لك ليش ما جيت على القناة اليوم؟ على القناة مع أخوانك؟ عشان أخواني مو نجمين وبابل بخليني أدخل ولا لا؟ لا احكي لبابا بدك تيجي على القناة وتشتغل معنا. بابل بقرر. بابل بقرر. الله يخلي لك يا. طيب انت كل عام انت بخير. وانت بخير يا رافت. بتصوم يا رافت؟ بتصوم ولا ما بتصوم؟ بتصوم؟ بصوم كتير. يوم العصفورة؟ صوم العصفورة بحكي لك ولا صوم كامل؟ صوم كامل. عمل وبشرة انت ايش بتصوم؟ صيام العصفورة ولا صيام كامل؟ لا انا بصوم صوت العصفورة والله. لا اكيد صيام كامل. اكيد صيام كامل يعني بدهاش سؤال يعني. كيف استعداداتك للنتائج التوجيهي؟ والله الله يستر. صراحة أنا يعني كتير أكثر إشي خايف إنه أكبر واحد خايف أحكي له نتيجتي إذا مو منيحة. مين هو؟ بتعرفي مين هو؟ عمو وسيم. أكيد والله أنا خايف أكثر إشي منه أكثر من أهلي والله. يعني إذا جبت علامة عالية أكثر واحد راح أطرح فيديو عمو وسيم. أكيد هاي زينة عم تحكي معك إن شاء الله. إن شاء الله. طيب عبد القادر احكي لنا عن كليبك الجديد شوي. أحكي لكم إيش؟ عن كليبك الجديد اللي صورناه ولا اللي ما صور يعني اللي نعرض على الشاشة؟ لا اللي لسه بده ينعرض. اللي هو في كليب راح نصوره إن شاء الله، يعني احتمال نصوره برمضان راح ينعرض على العيد. كليب رائع جدا من إخراج حسن شامية، راح يعجبكم كثير إن شاء الله. إن شاء الله. طيب احكي لنا شوي يعني عن شو فكرته، شو إشي يعني، عن شو بيحكي الكليب؟ عن شو بحكي؟ بحكي عن علاقة الواحد بربه، كيف إنه لازم يكون دائما يعني يتعبد ربه ويشكر ربه، ويعني هو اسم الكليب خليك معاه أو ضلك معاه وهيك. أكيد وموفق وإن شاء الله يطلع، أكيد رح يطلع كليب حلو بإخراج عمو حسن وإنت يعني ما شاء الله يعني. أكيد طبعا. طيب يسلم كتير عبد القادر. شكرا كتير إلك عبد القادر ونورتنا باتصالك. كل عام وانت بخير. مع السلامة. مع السلامة. نرجع للتوتو. لما احنا كنا بنسأله لما يخلص شاحن يزن، شاحن ايباد يزن شو بيصير؟ ما بزهق من الايباد. ما خليه يلعب في ايبادي. حلو يعني انت بتأثر اخوك. يعني قصدي بتأثر اخوك يعني انه بتعطي اخوك مثلا يعني بتتشارك انت وياه عشان اخوك. ايه؟ يعني انت ويزن وانس بتتشاركوا بشغلات، يعني لو خلص مثلا شحن ايباد يزن انت بتعطيه يلعب بايبادك؟ حلو كتير يعني انتوا بتحبوا بعض كتير. وكمان ماما بتقرا قران وبتعلم. برافو. ونوجه تحيه لخالته ام يزن يعني ما شاء الله ونعم التربيه اكيد. طيب معنا اتصال توتو بتاخده؟ يلا احكي. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا دانا من فلسطين. يلا كيفك يا دانا؟ الله يسلمك. كيف حالك؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير. كم عمرك؟ انا كيف حالك؟ الو السلام عليكم. وانت بخير. وانت بألف خير. كيفك؟ ثمان سنين. ايه؟ 8 سنين عمري. ما شاء الله عندك أخوان؟ تمام. بسألك رأفت عندك إخوان؟ أنا بنت. أنا ولد. أنت ولد. أنت ولد؟ أنا هيك سمعت. اثنين. عنده أخوانين. طيب. لا بنت.
طيب بشرى، بس بدي احكي قبل ما تروح زينة انه هي طب كم صفك؟ ايه زينة كيفك يا بشرى؟ الحمد لله منيحة، انت كيفك؟ كيفك يا بشرى؟ بس انت ما يعني ما عرفتينا على حالك. شو اسمك؟ طيب راح الاتصال ونكمل انه كنت عم تحكي عن اسوارة زينة. هي انا عملت الاسوارة لانه السنسال بده وقت شوي والوقت يعني مش مسامح، فانا زينة عملت الاسوارة. يلا لبسيها لزينة. زينة زينة قبل الفاصل بدها تلبسها، ما هلا ما بدها تلبسها. زنزونة شوفي امل شو عملت لك. يلا زينة يلا. اسطورة يا عيني، شو الاسوارة الحلوة. ياي يا ابو زينة. هي خلي عمو يشوفها، خلي عمو يشوفها. يلا هي ارفع ايدك زينة عشان خلص. ما بدك مات. طيب خلوا زينة ونكمل مع توتو. حكيت لي انه ماما بتعلمكم قرآن برمضان. طب انت بتصلي كل الصلوات؟ مرات بصلي ومرات بنسى. تنسى طبعا، احنا يعني ما لازم ننسى صح؟ اكيد هم بهذا العمر بشرى ما بسمع الاذان. ما بتسمع الاذان او يعني ان شاء الله يعني لازم تضلك دائما تصلي صح؟ لانه هلا احنا بشهر رمضان. اكيد توتو برمضان وبغير رمضان لازم الواحد يداوم على الصلاه صح؟ بس هو ما بيحكوا لي اذا اذن ولا لا. يمكن ماما بتكون مشغوله بزينة لانها صغيره صح؟ ماما كانت بتنيم زينة وبابا كان على البيت بس ما بحكي لي. طيب يمكن يكون بابا لانه بيرجع من الشغل تعبان وبيكون نايم صح، وماما مشغوله بزينة. طيب احنا بنحب نحكي يعني انه الصلاه عمود الدين، فيعني احنا بننوه لشغله الصلاه انه في ناس كثير عم تنسى، فيعني يمكن يكون الرك الاكثر على الاهل انه يذكروا الابناء بالصلاه، لانه يمكن مثلا هي توتو بيحكوا انه ما كانش بسمع يعني، فانه احنا بنوجه الاهل يعني الصلاه يعني لازم الانسان يبدا من الصلاه وهو صغير مشان يتعود عليها. اكيد بشرى انه الاهل هم اللي بيغرسوا زينة الشغلات لاولادهم، واحنا بنحكي لكل ام ولكل اب حتى لو كان في كثير عندك مسؤولات او عندك مسؤولات، انه بضل الولد الصغير هو امانه برقبتك انك تعلميه على الصح، لانه يعني بيكون هو عقله طري ولسه بيتعلم صح. اكيد. طيب بدنا ناخذ فاطمه من سوريا. السلام عليكم يا فاطمه. السلام عليكم. خليها تحكي معي. كيفك يا فاطمة؟ منيح الحمد لله. شو أخبارك؟ منيح الحمد لله، كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. الحمد لله. طيب فاطمة الحمد لله دوم إن شاء الله. منيح الحمد لله. إحنا سمعناك دوم إن شاء الله. بخير. وانت بخير. زينة علينا وعليكي. امين يا رب. طيب تعرفي مين ضيفنا اليوم؟ انتوا بألف خير. تعرفي مين ضيفنا اليوم؟ نعم تعرفي مين ضيفنا اليوم؟ يعني مين النجم اللي معنا؟ ايه تحبي تحكي مع توتو؟ ايه نعم. يلا هي توتو نعم. معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ منيح الحمد لله. شلونك يا رفعت؟ الحمد لله. كل عام السلام. كل عام وانت بخير. الحمد لله. ايه كم صفك؟ بتحبي تغني لنا؟ يلا غني. بدها تغنيهم. يلا بس بوسه يا بس يا بوسه وكنتي محبوسه محبوسه عند الخيه. صابر نجحت عدت. هي بتقول انه بتجاوبك على السؤال الاول انه اي صف انت؟ سابع. هي سابع طالعه ثامن. انه اي صف انت؟ هي سابع طالعه ثامن. ويلا غني لها لانها طلبت منك. يلا بس بوسه بس بوسه يا بس بوسه وين كنتي محبوسه محبوسه عند الفيه
صحياتي ماما علي. ماما قالت وفروا المي افتحوها شوي شوي. ماما قالت وفروا المي افتحوها شوي شوي. ما بتقطع هيك المية بنوفر 100%. شكرا توتو. طيب طيب توتو تاخد معنا ابتسال؟ مفاجأة. يلا خدها معنا حنونة. السلام عليكم. أنا أحنا كيفك أمور؟ أنا بشرة برضو بتخربطوا بأسواننا. على فكرة الصوت عندي مبين أمل. أنا بعرف لأن الكل عم بيخربط يعني. كيفك أصوات؟ الحمد لله. كيفك أنت؟ كيفك أنت؟ الحمد لله منيحة. كل عام أنتوا بخير. أنت بخير. كيف رمضان معك؟ كيف رمضان معك؟ منيح بضل أصوم بس. ما شاء الله عنك. حنونة بتصومي؟ كيفك؟ نعم؟ بتصومي؟ مو فاهمة. بيسألك بتصومي؟ بتصومي؟ طبعا أكيد. بصوم. طيب حنان كيفك؟ أنا هلأ أمل. حنان كيفك أمور؟ تمام الحمد لله. اشتقنا لك. أنا كمان. طيب حنان ممكن نسألك شوية أسئلة عن موضوع حلقتنا اليوم؟ تفضلي. أوكي. هلأ إحنا بنعرف إنه أنت عندك أخت اللي هي ملاك. ملاك احكي لنا كيف علاقتك أنت وملوكة؟ يعني صراحة كتير حلوة وأنا كتير بستفيد منها أشياء طبعاً أنا ما بعرفها. مثلاً يعني تساعدني هي أمراتاً باللبس، تساعدني بحركات الكليبات، تساعدني بكتير أشياء. الله حلو كتير. طيب طبعاً حنونة أنا هلا اللي بحكي معاكي بشرة. أول شي كيفك؟ الحمد لله منيحة. أنت كيفك؟ الحمد لله مشتقتلك. وأنا أكتر. طيب حنونة أول شي كل عام وأنت بألف خير وملاك وخالته وكلكم يعني وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة. أنت بخير. طيب حنونة أنت بالبيت أخوانك حسن ومعتز وملاك، مين أكتر حدا بتتخانقي معاه بالبيت؟ بصراحة يعني بصراحة أكيد. طب ليه؟ كان هو أقرب واحد لعمرها. نعم؟ ليش أنت بتتخانقي معاه؟ ما بعرف هيك لأن إحنا يعني هيك أطبعب يعني مش أطبعب هو أكبر مني بسنتين فيعني خلص شايف نتطاوش مع بعض أكتر. طيب على شو بتتخانقوا؟ أقرب لبعض بالعمر. نعم؟ على شو بتتخانقي أنت ومعتز؟ على أشياء فاضية يعني مش يعني هيك أشياء فاضية. طيب حنونة إيش بتحبي تحكي لكل بنات بتغار من إخوانها الصغار؟ إيه؟ أنت كلمة بتحبي تحكيها لكل بنات بتغار من إخوانها الصغار. بتغار من إخوانها الكبار؟ لا الصغار. صغار؟ يعني ليش تغار منهم أصلاً؟ لأنه هم يعني إخوانها مدحمها ودومها فيعني. يعني ليش تغاري أصلاً يعني فبحكي لهم ما تغاروا خير. أكيد لأنه يعني هما بالأخير بضلوا إخوانك رح تعرف قديش صحيح. طبعاً طبعاً. طبعاً طيب. يعني بصيرش حنونة آخر شيء بتحب توجهي كلمة لملاك بما إنه هي أختك الكبيرة وحسن كمان لأنه أخوك الكبير. وجهنا تحية كتير كبيرة لأنه هم كتير يعني أكيد وإحنا كمان نوجه لهم تحية. كتير بحبهم وبحكي لهم يعني شكرا لانهم كثير بيجيبوا لي اشياء وكثير بيعتنوا فيي بحكي لهم شكرا على هذا الشيء. اكيد واحنا بنوجه لهم تحيه ولمعتز كمان مع انه اصغر منك يعني وبنحكي لهم يعني دير بالكم على حنونه حبيبه قلبنا واختنا. طيب حنان بما انك معنا هون وانتم الثلاثه مثلتوا كليب دوريا صحن السكر فحابة نسمع منك انتي وبشرة ورأفت اشي. يلا اوكي يلا حنا. دوريا صحن السكر ويأمن وانكسر مين كسر وما لمو كسر ورأفت لمدلل دور 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 يلا يلا مين اول
ايش؟ يلا ابدي. ان شاء الله دوم الضحكة حنونة. يلا خيي يا حبة عيني. خيي يا حبة عيني أكثر من عيني بحبه. خيي يا حبة عيني أكثر من عيني بحبه. بدعي ربي من قلبي يحفظ ويسلم قلبه. شكرا كثير لك حنونة على المفاجأة الحلوة، والله يديم المحبة بينك وبين إخوانك ونورتينا. آمين يا رب. كل عام وأنت بخير حنونة، وسلامنا لكل إخوانك وأختك ملوكة، وإن شاء الله يا رب بضل دائما علاقتكم حلوة مع بعض. أعزائنا المشاهدين فاصل صغير بنرجع، خليكم معنا. شهر الصوم لما مسح راتي نادي من الفجر يا بدري يوم تغمرنا الرحمة الليلادي انت اكيد بشهر الصوم وهلال المغفرة مرسوم يفرح بالسدى المهموم رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا مناهل؟ الحمد لله. وعليكم السلام. تمام الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت بخير. عرفتي من عرفتي شو موضوع حلقتنا اليوم؟ منيش. لا والله. اليوم حلقتنا بتحكي عن الأخت أو الأخ الأكبر. عيد. طيب انت عندك اخوات او اخوان اكبر منك؟ كيف علاقتك معهم؟ الحمد لله زينه ان شاء الله دائما. طيب على ايش انتوا اكثر شيء بتتخانقوا؟ معانا يعني كل حياتنا باي. اها ما شاء الله، يعني قليل ما نلاقي اخوان ما بيتخانقوا على شيء. يمكن كان على شيء يعني ما في يعني على موضوع. اها طيب تحبي تحكي مع رأفت؟ ايه. يلا هي توتو معك. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك رأفت؟ الحمد لله، انت كيف حالك؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت بخير. اكم صفك؟ ايه؟ اكم صفك؟ ان شاء الله. عندك اخوان؟ ايه. أكم عمرهم؟ طيب الله يخلي لك إياهم. طيب أنت أكم عمرك؟ عمري 11. عمرها 11. العمر كله ما شاء الله. يسلم كثير على اتصالك. بتحبي تحكي إشي؟ أنا بحب كثير يا أمل أنت وبرقة. تسلم يا رب. وأنا أكثر من جوائك حبيبتي. ممكن تسلميلي على سدى؟ يوصل سلامك. مشكورة. طيب يسلم كثير على اتصالك يا مناهل، نورتينا. بنرجع لبشرة. طيب أمل أنا حابة أسألك، شو رأيك بالأخ الأكبر لما بتدخل بخصوصيات أخته، مثلا بلبسها بطلعاتها بطشاتها، هل إله حق بهذا الإشي ولا لا؟ هلأ إذا حكينا إنه إله حق بنغلط يعني بنخطأ، أما إذا حكينا إنه ما إله حق برضو بنخطأ، لأنه بالأخير الأخ هو يعني بخاف عليكي ولمصلحتك، أكيد مش هيجي يحكي لك هيك عشان يجاك هيك أو عشان يقهرك، لأنه دائما الأخ بحب أخته تطلع بصورة يعني حلوة قدام الناس. وبالنهاية كمان بنقول بنرجع نقول إنه الأخ الكبير ممكن يكون
يعني لما يغيب الوالد هو يعني هو الأب بيكون بالبيت، وبنفس الوقت ما يتعدى حدود إنه مثلاً كتير يعني يقهر البنت بهاي الشغلة، بما إنه في أكيد أبوه لازم يسأله إنه بابا عادي أنا أتدخل بهاي الشغلات، والأبو كمان لازم يكون حاضر بهاي المواضيع بالشورى. وأنت شو رأيك؟ أكيد أنا برأيي إنه إذا كان يعني لا سمح الله إنه الأب متوفي أو كذا، يعني بيكون الأخ هون الأخ الأكبر هو بمثابة الأب يعني بالبيت، وهو مسؤول عن وضع البيت وعن كل شيء بالبيت، فهون معه حق يتدخل، بس إنه بما إنه الأم موجودة إلها نظرة بالحياة غير عن الأخ، فبما إنه الأب والأم موجودين فأنا برأيي إنه ما إله حق يتدخل بهاي الشغلات، لأنه الأم والأب عارفين مصلحة بنتهم يعني أكتر من أخوهم، ويعني وجهة نظرهم أكيد بتكون لمصلحتها. أكيد. طيب، خذي الاتصال. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. أهلا وسهلا، تفضل. إحنا مو سامعينك لأنه الصوت واطي. قطع الاتصال. طيب بشكر، أنا كمان بدي أسألك سؤال. أنت يعني برأيك إنه الأخت أو الأخ مسموح لهم يعملوا أي إشي بدهم إياه؟ لا، يعني أكيد كل إشي بالحياة له حدود معينة، بس إنه يعني قصدك إنه يعملوا زيونة؟ يعملوا أشياء بين بعض يعني؟ لا يعني أكيد يعني لا، إنه قصدي إنهم يعملوا أي إشي بدهم إياه، يعني مثلا هو مثلا بيسمح له إنه يعصب بالبيت وهي بمسمح لها انها تعمل شو ما بدها مثلا باخوانها الصغار؟ لا طبعا. هاي هيك بصير حريه مطلقه يعني اوفر بتصير الوضع يعني. حلو الواحد انه يعمل يعني يكون له سلطه بالبيت، بس سلطه بالناحيه الايجابيه، مثلا انا بوجه اختي بعصب عليها مشان مصلحتها، اما يعني على الفاضي وعلى المليان نضلنا نعصب ونصرخ اكيد هذا يعني مش كويس. وفكرة إنه الأولاد مثلاً مرات بتعاملوا مع أخواتهم الصغار بالضرب، فهذا إشي أكيد الضرب يعني شيء مكروه يعني في الإسلام وعاداتنا وتقاليدنا، لأنه الضرب يعني أول شيء ما بيجيب نتيجة، ثاني إشي بيسووا عنف عند الأطفال. أكيد، لأنه أكت يعني كل شيء بالتفاهم بيصير. أكيد. السلام عليكم، معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا سماح؟ تمام والله، كيف عندي؟ تمام الحمد لله. سماح ممكن تقصري صوت التلفزيون شوي؟ بخير. ألا يا سموحة؟ ممكن نعم؟ ممكن تقصري صوت التلفزيون شوي وتسمعينا من التليفون؟ ايوه سامعاكم. طيب اوكي، عرفتي اليوم موضوع حلقتنا عن ايش؟ ايوه عن الاخوه. طيب شو رايك بالاخوه؟ والله احلى حاجه في الدنيا طبعا الاخوان، والانسان من غير اخوان يعني ما بيعيش كده، وحياته بتكون ممله وكده. طيب انت عندك اخوان؟ ايوه عندي اربعه. الله يخلي لك ياهم. طب كيف علاقتك معهم؟ يعني بتخافي عليهم؟ وهم اكبر منك ولا اصغر منك؟ عندي اكبر مني واصغر مني وبخاف عليهم شديد. الله، كثير حلو انه يكون الانسان بخاف على الاكبر منه وعلى الاصغر منه، صح؟ اكيد والله. طيب سماح بتحبي تحكي مع توتو؟ ايوه يلا، هي توتو معك. السلام عليكم. عليكم السلام توتو، كيف عامل؟ الحمد لله، كل عام انتو بخير. تتقعد حبيبي كويس؟ وانت بخير؟ كيف عام مع رمضان؟ نيه. كيف رمضان معك؟ نيه حلو كتير. لا غني. طب كيف رمضان معك؟ ماشي الحال والله، الحمد لله حلو شديد. بتصومي؟ اكيد طبعا. كم عمرك؟
14 سنة. العمر كله يا رب، يعني أدي وأد أمولة تقريبا. عندك أخوان؟ أيوة عندي. عندك أخوان؟ عندي. آه. أنت بتصوم رمضان؟ تقولك أنت بتصوم رمضان؟ آه. شطور؟ إيه؟ تقولك شطور؟ تقولك يا بعملة. نعم. ألو. ألو. بسوش. إحنا مش سامعينك. ممكن. طيب انقطع الاتصال. طيب. يسمو يا سماحة اتصالك هو مو مشكلة، خلها بغيرها. توتو أنت كيف بتعامل زنزونة بالبيت؟ لأنه يعني أنت أكبر منها. مثلاً بتكون حنون عليها ولا بتعصب عليها؟ بكون حنون عليها لانها هي اختك الاصغر منك وبتحبها اكيد، صح؟ اه. طيب زينة لو غلبتك بتضربها او بتعصب عليها؟ اه بتضربها؟ بتعصب عليها بس ما بتضربها، صح؟ يلا من اليوم وطالع ما لازمش تعصب عليها، صح؟ طيب معنا عنود من قطر. السلام عليكم يا عنود. وعليكم السلام، شو اخبارك يا مال؟ تمام الحمد لله، وانت شو اخبارك؟ انا تمام ان شاء الله، دائما رمضان كريم يا رب. رمضان كريم انت. امال انا كثير بحبك. تسلمي يا عنود، حبتك العافيه. انت عندك اخوان يا عنود؟ انا عندي اخوان. طيب بخاف عليكي وبتخافي عليه؟ آه. طيب شو بتحبي تحكي له اذا كان هو هلا عم بسمعك؟ شو بتحبي تحكي له؟ بقول له انا كثير بحبك وبشكرك لانه كثير بيعاوني باشياء. ما شاء الله، الله يخلي لك يا عنود. امل تفضلي. ممكن اكلم بشرى؟ يلا هي بشرى معك. السلام عليكم. الو بشرى كيفك يا عنود؟ الو بشرى. معك. الو عم بسمعك. يا بشرى. الو. الو عم بسمعك، تفضلي. بشرى انت النورة بالحجاب. تسلمي حبيبتي. بشرى انا كثير بحبك. تسلمي وانا اكثر، حبتك العافية. رمضان كريم علينا وعليك يا رب. يلا باي، مع السلامة. أعزائنا المشاهدين، فاصل قصير ورح نرجع لكم. رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين بعد هالفاصل الصغير، ومعنا اتصال. معنا سارة. السلام عليكم. عليكم السلام، شخبار كمان؟ يلا هاي أمل معاكي. السلام عليكم. عليكم السلام، شخبار كمان؟ تمام الحمد لله، وانتي كيف أخبارك؟
الحمد لله. كل عام وانت بخير. مبارك عليكم السهر. امين. وانتو كمان. ممكن اكلم بصفة؟ يلا هاي بشورة معك. السلام عليكم. الو. عليكم السلام. كيفك يا سارة؟ الحمد لله. شو اخبارك انت؟ الحمد لله منيحة. ممكن اختي تشارك؟ بدك تسألي سؤال؟ لا اختي تبي تشارك. يلا اعطينا اختك. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. مين معانا؟ مريم. مريم؟ ايه. اهلا وسهلا يا مريم. مريم قديش عمرك؟ 11 سنة. العمر كله يا رب. طب مريم انت عندك اخوان شباب يعني بالبيت؟ طيب لو كان عندك مشكلة بتحكي لأخوك يعني، أو كنت متضايقة بإشي بتحكي لأخوك عنها؟ يعني. طيب هاي توتو رجع، رح يشرب مي ويرجع. توتو احكي معها. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ معنا مريم. كل عام انت بخير يا مريم. كنت بألف. كم عمرك؟ 11 سنة. 11 سنة. ما شاء الله عندك أخوان؟ إيه. الله يخلي لك إياهم. أنت أكم صفك؟ خامس. يعني ما شاء الله. سادس. طلعة سادس. طلعة سادس؟ إيه. سارة كيف رمضان معك؟ طب كيف رمضان معك؟ بتصومي؟ الحمد لله. أكيد. عندك أختي صغيرة؟ لا أنا أكثر واحدة. طيب كيف قضيتي العطلة الصيفية وأنتي وإخوانك؟ يعني كنا بنلعب بنسهر كل شيء حلو. أكيد. طيب لو كان يعني ما جاوبتيني على سؤالي، لو كان عندك أخو أكبر منك أو أخو قريب منك أو كنت يعني أنت متضايقة من شغلة أو عندك مشكلة، هل بتشاركي أخوك بهاي المشكلة؟ إيه ممكن أشاركه يعني. أكيد. وهاي شغلة يعني برضو أنا وأخوي منشارك بعض بمشاكل يعني، بما انه احنا قريبين اعمارنا من بعض يعني، وبرضه بشارك امي يعني بما انها اقرب الناس الي. والله يخلي لك امك وكل امهاتنا يا رب. ان شاء الله. بتحبي تحكي اشي؟ اي سؤال. بتحبي تعطينا رايك او بتحبي تحكي اشي؟ عن شو؟ عن موضوع حلقتنا لليوم. لا. طيب شكرا كثير لك يا مريم واختك ساره، واهلا وسهلا ونورتونا. طيب امل، بدي اسالك نفس السؤال اللي سالته لمريم. لو كان عندك مشكله او انت متضايقه من شغله، هل بتشاركي اسامه بهاي الشغله؟ هلا حسب ما هو يعني، اكيد مش كل المواضيع احنا بنشارك اخواننا فيها. مرات يعني بشاركه وبساله وهيك، بس بضل عندي ماما اقرب مني، والحمد لله يعني اخوي بتفهمني. اكيد. وانتي وشيا؟ انا بشارك اخوي بمشاكلي وهو برضه بيشاركني يعني، بس انا وماما بتضلها اقرب يعني الي وبتفهمني اكثر، فيعني انا بحكي يعني تقريبا كل شيء لماما، بس برضه بشاركه يعني بما انه انا وياه يعني اعمارنا متقاربه. الله يخلي لك يا. طيب امل، بما انه يعني انتهى وقت البرنامج، بتحبي تحكي شيء بنهايه البرنامج؟ اكيد بحب احكي. يسلموا كثير توتو، انت زينا حضوركم ونورتوا البرنامج، وبحب احكي بنهايه الحلقه انه روعه العمر اخاء في اخاء، وجنه الدنيا حب في وفاء. وصلنا لختام، وكمان نبقى على عهد الاخوه في الله. يسلموا كثير لكم وشوفونا بكره.
أكيد. وأنا بنهاية الحلقة حابة أشكر عبد القادر صباي وحنان باتصالهم وسدين ومجد بنت خالتها، وحابين نشكر كل اللي إجوا معنا اليوم، خالته أم يزن وعمو وسيم وكل كادر التصوير المخرج عمو علي، من وجهه لتحية كتير كبيرة، وعمو دوكات والكل يعني. وفي الآخر حابة أحكي إنه الأخ مثل رمش العين اللي بيحميها وبيحليها. لهون أعزائنا المشاهدين وصلنا لنهاية وختام حلقتنا لليوم، على أمل لقاء إن شاء الله فيكم غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.